السلام عليكم واش المباركة هابي كندا داي حليا كندا فين ساكن داك اسمو مول كاميو عندهم اليوم نهار راحة والجيران ديالهم داك مزعلولة عندهم تا هما عندهم الأربعة اندبندنس داي ايوا دابا هادشي كاع الناس يحتفلوا غير حنا عندنا هو الفلي ما عليناش قلنا قلت لك هاد الايامات تبرعنا بالقطعة ميدان والله هادي ميلا شبعنا ندي الناس هادو كل هادو خارجين القنوات يتكلموا هادشي وهادشي مزيان واحد يتقرع مدي يتقرع مدي والحمد لله الهضره اللي قلت انايا مش سوقي انا يعني من نهار بديت انايا قلت لهم هاد الجمعيات كلهم ولاد القحاب وبقيت في كلامي وباقي غادي في كلامي فهمتي مدي ولكن انا كنا دايرين جمعيه عسكريه ولكن واحد 6 شهور من بعد مي عقد بهم واش يديروا ولا رجعنا معهد انستيتيوت معهد الشريف السامي العالي السلطاني العلوي تاع المغاربه السكيريه عبر العالم الكره الارضيه كلها باش ما نقولوش حنا جمعيه ما نجمعو حتى شي واحد فاش نجمعو هنايا وتنبرققو وتنشوهو بكم ها هو دابا اسمعوا لي حلو البيرة شربوا شي حاجه يقولوا لي اسمحوا لي انتوما حتى الكاس هو شتي الكاس هو تعالوا صحاب طاليا ما عليناش فاش كنا هنا ها هو اليوم البارح نسمع لك اسمه عبد المجيد ديال الجمعيه ديال الضمير تقول لي مزيد تاع قال لي الضمير ديالو ما بقاش يدخل حتى شي حاجه كتم لك جوج شكاير كان عامل على المديمي واش تبدا المديمي في الحبس وعباداتك شي اللي فيها في الشكايات ما معليش قال لي غادي يمشي يحيدهم ودابا ما بقى لا محاكم لا والو وسمع الكلام ديالنا حنايا هنايا نهار الاول تنقول لكم سبوني نتي سبيتوني غير نسبكم ما كاين لا عداله ولا محكمه ولا والو دابا حتى هو قال لك سيدي من هنا من الان الله عليك نشعل الضوء بلا 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 اسمحوا لي نشعل الضوء نتي قال لك من اليوم فصاعدا ولا هابطا من اليوم فصاعدا قال لك الا شي واحد سبو حتى هو يسبو ما كاين لا محكمه ولا والو ايه واش تي ايوا دابا هادي مزيانه انت انا حنا داخلين اليوتيوب غير باش الناس يشبعوا فينا سبان حنا نشبعوا فيهم سبان صافي حنا ما داخلينش هنايا داخلين هنايا باش ندوزوا الوقت والاخرين قالك العداله تجري مجراها والمولي واش تلعبوا التيرسي العداله بتجري لا حنا داكشي فلهذا تنهني لك السيد اسمه السيد عزميتو عبد المجيد شي حاجه مزيت مزيت الجمعية الضمير ايوا الجمعية الضمير هي خدمات مزيان هاد الايامات لان دابا استعمل الضمير ديالو قالك مالهم ما بقى يدافع حتى شي واحد حتى شي قواد بحال كيما قالش بحال هكا حنا نقولوها كيفاش ما بقى يدافع حتى شي قواد لان واحد شي واحد في هادشي ديال المحاكم شي واحد كبير قال لي هادشي ديال الجمعية ترجعوا شوها وفعلا ها كلامنا انايا اش نقول لك انايا تقول لي جمعية واحد تقول تقول الجمعية ديالك مدي فهمتي لانهم القحاب الزوام الحاشاك هادو المجرمين دايروا هادو باش يجمعوا ينبوا ويخونوا الفلوس المال ديال الدوله والاحزاب والقحاب الاحزاب ما يقدرش ينور يتكلم تيدير جمعيات وصافي وتيبدي هذه ودابا قال لا هو قال لك انا ما بقاش ندافع على شي واحد اخر اللي بغانا يعوم بحرو صافي بقى حنا نبقى حقوقيين اللي بحال شي الحقوق هذا ولا شي حاجه الحق ولا لا ايه مدي ايوا ها هو دابا قال لا باش تي ها تحفه مع ممكن تضارب ها هو دابا ها هو الاخر قال لي صافي بقينا والو
شتي، ولكن اللي ما فهمتش انايا هذاك الدري اللي في برلين، البحث ديالك اسمه ذاك الدري رضا الحشاي، الحشاي لا الهزاز، ما عرفت واش يهز ولا تيهز، تتكلم معاه وهي زعما كاين، قال لي عندي المحاضر وعندي هذا، ولكن ما عطاش الاسئله المهمه، ما قالش لي على البوليس اللي دخلوا لي الدار وبغى يفريميوه وخدوا لي الفلوس ديالو، ها قالوا لي غتعطينا الفلوس ولا نلصقوا فيك لا دروغ والكوكايين والمخدرات والفلوس، ما جبدهاش ليه. هادشي ما تنفهمش انايا، هادشي ما تنفهمش. ها هو الحوار مع هذا اسمه الدري ما شنو هو الهزاز، ما عرفت لك السميه عنده هذاك، فهمتي؟ ها هو قال ما جبدهاش ليه، ما تيبغيش يجبدوها، ما تيبغيش يجبد على الحكم التعسفي ديال باطمه، ما تيبغيش يجبدها، ما تيبغيش يجبد بين العالم المديمي تقول، ما تيبغيش يجبدها ولا تحفه، ما تيبغيش يجبدوا هذه الكلمه بان المديمي قلبه حاكم فاسد ولا قاضي فاسد ولا مدي ولا جوج، ما تيقول ما تبغيش يقول، تبغي يبقى ديما مع 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 السلطه الحس كابا، لا قولها، قول اش واقع، اش واقع، اش واقع، واش نتاع عباد الله حنا كنعيشو فاش من عام؟ قالت 22، لا كثر، زيد شويه، قالت 20 22، مدي حنا نعيشو بواحد الوقت هذا، ونوض حاكم يشد الدريه، اول مره عندها هذا، ما قالت لا ما والو، غير الكلام ديال العيالات في التواصل الاجتماعي ولا التصله ديالكم، التصله هذه ايه، ولحقوها القادات، وهذا الحاكم محكم عليها بثمان شهور ديال الحبس. ايه واش ندير بها بهذه، باطمان ندير بها في الحبس؟ انا اللهم تحكم عليها بغرامه والفلوس يدخلوا الخزينه ولا يدخلوا لجيبك، ما علينا شحال ما تشتغلوا، غير تحكم عليها بغرامه وتحكم عليها بعمل اجتماعي ولا جمعوي، تمشي تغني في السجون ولا تجي تغني عندنا هنا، ما علينش هادشي. ايوا ما بغاش هذا 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 اسمه الدري ديال برلين، ما نسيت سميتو، لطفي مروان، ما كبدا تقول اش قول، هادشي قول على القاضي اللي حكم على ديك اللي تدافع عليها، فهمتي؟ هذا هادشي هذا، انا نقولها بنت الكاريان، هي بنت الكاريان، ولا ما بغاش تكون بنت الكاريان نبدلوا ليها السميه، فهمتي؟ هذه بنت الكاريان تعداو عليها، كان قال يحكم عليها بالخطيه وثمان شهور سوسي وعمل جمعوي، تمشي تغني مع شي جمعيه ديال ولاد القحم، دوك اللي يمشوا هذاك اللي يحملوا على السجناء وتعطيهم العرس، تمشي تخدم معاها وتغني للناس وصافي وصافي، هاي الكل كملت 8 شهور ديالها وخلصت لكم ما شحال من مليون دخلت الخزينه. ايوا كما تيقولوا بالك، وين 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 سيتياشن، ايوا انتم لا، انا قاعد خصني نخشي كل شيء في الحبس، هذا ندير له في الحبس، هذا ندير له في مكان الحبس، هذا الحبس ما كاين والو جا لا ما جيتش عندي الباح، غادي نخشيك، ما عرفتش بانه السيد قلبو المحامي ديالو قال لي لا كل شيء على الامور على حاله على بخيرش، حرقوه مشى مين مشى المطار شدوه من شدوه جابوه عند الجيش، قال لي ما نقدرش نطلقك لانك انت خطر، هذا خطر شنو خطر؟ ما تبيع الكتان اش من خطر؟ خطر انت شنو ايوا انت دابا هادشي ها هو البحث يتكلم تيفسر لينا ولا تنتسنط، حنا خصني نقطع فهمتي تنتسنط، قال لك هادشي اللي قال قحبة قلباته، فهمتي؟ ودابا دابا هاد والو ديال الخارج هادو ديال الطاليان وهذا كلشي واحد القحاب ميسوا، قول له تحية للناس ديال الطاليان، عندي صحابي الطاليان، عندي صحابي في فين ديك الدول الاخرى، في اسبانيا، وعندي صحابي في ديك اسمها باني فرونسي، ماشي انا ما نقولش كلشي بحال لا حاشا، لانني انا بعقلي، فلهذا جاي هادي جاب تلصق بغات تجوج، هي دوزات الحرب، دوزات الحرب العالميه والطبونيه، دوزات على خاطر بغات تجوج باش يدير العرس ويدير اسمه هذاك الازياء ويجوا الناس وهذا والعرس ويديروا هذا ويطلعوا فوق ديك الماكينه، ماشي الماكينه هذيك ديال الموتى، يطلعوا فوق هذيك ديال الموتى هذيك، يطلعوا فوقها وهذا وهذا، هي الشفاره وهو تا هو كذلك الشفاره، تا هو ما ساهلش تا هو بهذا، وتلاقاو شي بغى يقول بشي، وشكون اللي يقول في الاخر؟ واحد من العائلته، قال لك حق ولد خالتي، ما كاين لا ولد خالتي ولا ولد عمتي، كلشي ولاد القحاب، ما ديرش في خير، انا نقول لك انا ماشي سوقي،
انا داكشي بعيد عليه، ملي تيقول لنا هذا ما هذا داك الشيء ترشح بوحدو، ترشح بوحدو على الدوله، شي واحد يترشح ديال الجامعه فيها ديال الملايين ديال الفلوس ترشح بوحدو. قال لهم واش قال لهم؟ قال لهم غادي نعفو. شوف 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 هذا، شوف هذا الشفار، هذا البركاني هذا الشفار بغا يعفو. علاش؟ لان واحد من الحزب ديالو اللي كان رئيس ديال اسم ديك الفرقه ديال فلسطين برشيد، لانه كان تيبيع الماتشات من حكمت عليه كانت اللجنه الاخلاقيه والاخلاقيه ولا شي حكموا عليه بربع سنين. دابا هذا بغا يدير بحال ديال الملك غادي يعفو. اش كاين واحد يعفو على عباد الله؟ ولك راه فرنسا تيداوم دي. اما انت قيا اش دخلك شي عفو؟ لانه معك الحزب، حزب ديال الشفاره، حزب اللي تقتلو في المغاربه ولا تقتلو في كوره. ها القجع انا ويلي احمد الله اللي توحنا ترشح ضدك، فهمتي؟ ودابا قال لك بغا يستعمل هذا باش غادي يعفو على عفو. اش عفو؟ ما كاين لا عفو، العقوبه تبقى ما كاين لا عفو لا والو. خلي يدير المهاجر الحزب ديالك شتيها اش من الكورة، ما كاين والو، كلشي ولا لقح بحال اقولها وعيدها. قالك هز صبعو، قالك هو اللي تحمل المسؤولية الحلوة هذا، لأنه مع المخابرات ما يقدروش يمسوه. لأن علاش حاطينو لي هنايا؟ حاطينو لي هنا باش يعرفوا اش نقول. وكاين الناس قالك ما تنفهموكش، ولكن شنو اللي بغيت هنايا؟ واش أنا جيت نقريك باش نفهم؟ أنا ما جيتش هنايا، أنا ما جيتش باش نفهمك ولا نقولك شنو، أنا جيت هنا باش نخربق وندوز بك الوقت. ولكن أنايا دابا الفوت ديالي تنجيب هنايا باش ندوز الوقت براسي كري، لازم قلت لهم ندوزو بيا الوقت. اش تي دابا شكون اللي غادي يدوز الوقت؟ معليش فكنا. هذيك اسمها هذاك 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 عصابه ديال العصابه هذاك هذاك الصلع الرمضاني. تا قال لك هادشي اللي وقع في نيليا ما من نيليا ما من نيليا. ايوا ما قلتيش لنا على الافارقه اللي علم اللجوء السياسي، ياك الافارقه ديال طالبين اللجوء السياسي تجيهم واحد الماندا من الامم المتحده، واحد ديال الهجرة تجي لهم فلوس. وفين هما الفلوس؟ تعاونوا تاخذوهم لهم. ايوا نعرفوا، ايوا بغينا نعرفوا واش انا عمرني في الشتاوي صغير شادين السربيس باش ياخذوا الفلوس اللي تعطيهم الامم المتحده. تاكلهم تاكلهم فلوسهم. ايوا ايوا شنو بدي الخدمه ما كايناش. ايوا هذا الاخر عطيهم فلوسهم. هو ما قالهاش، قال لي كانوا جايين معاهم ندير بحال داك الزولو هازين معاهم العصي والماس. ايوا انت تشوف تشوف دابا كيفاش قضيه. ما قالش لهم بان هادو اللي عندهم اللجوء السياسي، اللي عندهم اللجوء السياسي تيعطيوهم واحد الماندا بحال هنا. هذيك الماندا تجي من عند الامم المتحده، هذاك اللجوء شي حاجه ديال اللاجئين ولا فهمتي هذا. ياك ما تعطيوش ليهم تياكلوهم، تياكلوهم حتى هما تياكلو، هما تياكلو حنا عاد خلي عوزة. لا ماشي دوك دخل سوق راسك السيرة ما دايرين بعد من هنا. تتبان لك اللي اسمها ديك ديك فاطمة الزهراء. فاطمة زاد التقي مع ديك بشرى الضو، ما مشيش على الضو، بشرى الضو ديك اللي زبيان. قالت لي انت تجيو دير دير بحال الراجل هذيك بشرى الضو. ماشي سخري فيها عمدي كتحكى كما شفت خلا لا خصنا نعطيو هنا، حنا ماشي هوموفوبيك ولا شي حاجه. لا قالت لي فينا هو راجل. كيفاش راجل؟ حشمتيها السيده حكاكه ما غاتجوش، هذيك باغا مراه ماشي باغا راجل. هي هذيك اسمها سمك ديك الدريه فاطمة الزهراء بقات تشد فيها. قالت لي انت صحفيه والله العظيم المغاربه تيحبوك. سقسيتيني انا واش نحب ولا ما نحبهاش؟ لا 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 علاش دخل القضيه ديال الحب؟ معليش هذه بشرى، بشرى الضوء لطفي الضوء. كان داك الشعر ديال بحال ديال الدراري وهذا وهذا وعندنا ديك لافوم بحال ديال حكاكه. معليش مش تقلي فيها، مش تقلي فيها. ليزبيان ماشي ليزبيان، از نوت دي ود مي ماي فريند. المغرب عامر بزاف بالليزبيانات، ولكن ما عطيناهمش حقهم، ما عطيناهمش الانديه ديالهم، ما عطيناهمش لي بار ديالهم، ما عطيناهمش فهمتي، ما عطيناهمش، ما عطيناهمش. علاش علم هذوك العريفات اللي عندنا؟ كان عندنا بكري العريفات كلهم حكاكات. العريفات تشوف ديال كي راجل الدار مع السكيريه والدار مع مول الطيب وهاري. تشد مول المطيشه العريفه العريفه بكري. ما عليناش، انا قلت لكم شكون يذبح الحاوي ماشي لكم نتوما، على 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 اسمو هذاك اسمو هذاك السلطان. قلت لكم شكون يذبح الحاوي؟ واش هو ولا ولده؟ فهمتي بغيت نعرفو، وين عارف شكون يذبح الحاولي؟ ماشي لكم نتوما، انت ذبح ولا ما ذبحش؟ انا ماشي سوقي فيك، انا ماشي سوقي فيك ذبح ولا ما ذبح. انا بغيت نعرفوا واش السلطان غادي يكون غادي يذبح الحاولي ولا غادي يجي ولدو الامير. الامير راه مبلاصي وذبح الحاولي الا مركلو. ما عليناش ماشي سوقي فيك شي، راه تيقول لك العابد شنو نتوما اللي تقولوا العابد؟ حنا نقول لك ديال نقول لك القصر هذوك هذوك تيشدوا الحاولي مسكين تيشدوه تيتحاموا عليه وتيقول لي اخويا هكا المسلح
لا خلي هو يا فاصا فاص ياكم عسكري دار بعد المشتو هذا مليح. معليش ما نطولش عليكم، قلت لكم واحد الدري مغربي في النمسا، واحد الدري ديال ميو سولتون مدام جيوان، هذيك مدام جيوان واش تاو تسلم عليا؟ قال لي لا لا انا نسلم عليها ولا الدرب السلطان. اي خويا انا في السبعين ما كنتش في المغرب، كنت غادي نجي ونشوف ملي ما تنجيش بزاف. انا مي خرج من 69 مابقيتش انا دابا داكشي اللي عندي، داكشي اللي نتفكر غير ديال في اليمن ديال الستينات والخمسينات باقي صغير، والسبعينات ملي كنجي مره وماشي تنشوف داكشي، فهمتي تنشوف كلشي تبدل، فهمتي تنشوف مدام كيران ماتت، تنشوف هذاك الشيء اللي كان مات هو مات، او تنشوف هذا كلشي فهمتي. باقي ديك ميدي كريل كنمشي ليها تاهي، ميدي كريل هذيك ما بيهاش هذيك، نمشي ليها بالليل هذيك باقا تما اللي في الدوره عندي هذيك. حنا الكلينيك اللي كان اوتيل هذيك ميدي كريل، ميدي كريل هذيك هذيك ما بيهاش هذيك، فهمتي نمشي ليها وهادشي اللي كاين. ما بقى والو خويا، ما بقينا انا وليت براني، انا وليت براني ولا الحمد لله الحمد لله. زعما هذا مزيت ابو اعترف قال لك ما هادشي هو قال هو قال لك يبقى يصيدوا فيا قشيت وحده. قالت لهم انايا راجلي عند البنكات، قلت لهم انايا زوجة روستشال، وروستشال راه فيهم عرام ديال روستشال. قال لك مزوجة معاه وعندها الطيارة ديالها برايفت جيت. شوف هذه وجايه عند اسمو عاد مزيد يدفع عليها شكايه. ايوا منين تيجي عندك كاع الفلوس هذا تعيط على المحامي ديالك تقول له وخليه يدير كل شيء، ودي غادي على مزيد شويه. هادو العيله تيكذبوا، ما تعرفش يكذبوا تيكذبوا. واش السيد اخذ السيد خات ليه الارض، خات ليه الملك ديالو وتتكذب تلقحبه كي ما فهمش. المحامي اللي كان تيفسر لنا اليوم ولا البارح معلاش ما يتبعوهمش بالتصوير. هي زوينه هي ولك ولد خالدو يتبعوهم، ولكن فين العداله؟ ايوا واحد اللي تيكذب على 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 فوق الحكم قالك راه كونتامبت اوف كورس، هذيك غادي يشدوهم يدوزوهم في المحكمه. ما كاين لا حاجه نتسنى ولا ما نتسنى. كذبتي في المحاضر، كذبتي قدام الجيج، صافي السيد خرج باري خصهم يشدوها، ولكن ما شدوهاش. علاش؟ فينا هو القانون؟ وهادشي علاش التحفه تيغوت تيقول لك هادشي هادي بحال هادي. ديك الساعه في المحكمه يوقفوها، اجي بنيتي هذا صافي يقول الاخرين ديو ارجعوا للكوميسير يعملوا محضر ويجيبوها ليا ويحكم عليها، لان كنت انت في كورت تتكذبي على الجيج وتتغرقي عباد الله. السيد مشى فيها 4 شهور ولا شحال من شهر مشى فيها عليها قنديه. علاش لي انت كنتي قحبه وتجوجي مع الراجل الاول، تجوجي مع الراجل الثاني، واش تيجي هذا وعاتيين تجوجي وانت ما كاين تجوجي زعما كاين واش من شهر بغيت تستري على كرك راح تقولي من البسالة. خلينا نبقى معك في الطريق هذا مدين، وسيري عند اسمه، سيري عندك اسمه، اسمه لك الدري ديال البيرلي، سيري عندو راه قاعد يتسنى فيك بغى ياخذ الرد ديالك. الرد ترد ديالك تصرف فيها شي فيزات باش ترد عليها، غادي يتسنى فيها اتصل بيه باش تقول لها هي قصتها. تحفه قال لها قصه بشكل اخر. ايوا دابا غنشوفوا الدريه هذه المخ البيضاء، المخ البيضاء لان تهمت واحد بالزور وبهذا وبهذا وهذا وخرج كيت. هذه تسمى مزرر، طيحت عليه الباطل، طيحت عليه الباطل الباطل. فلهذا غنمشي بحال هذه، طولت عليكم بزاف ما كاين لناش. قلت لكم حرقوا لي الفيديو ولا القحاب، ولا القحاب سمعوا الزوام سمعوا ولا القحاب اللي حرقتوا لي الفيديو. الله ينعل دين امكم دي. سير من الشكايه ديال امك تسطعوا لي ولا اخوان المغاربه سمحوا لي سمحوا لي حتى يطلع لي الدم، يطلع لي الدم، يطلع لي الدم، خصني نهودو نهودو بشي بير راية. انا ما معيتش ما معيتش، لا غادي نعيد وكما ما معيتش. غادي يتناقشوا في حولي ولا كامبو غادي يتناقشوا فيه وغادي نقسموه، وهنا انا غناخذها القلاوي القليوات باش نطيبهم لكم نهار العيد. نعمل لكم ليمون لي قلاوي اون كروت، ندير لكم قلاوي اون كروت قلاوي باي على الاولى. والله العظيم غادي نضحكوا صافي فهمتي. ما تقلقوش ما تقلقوش ما تقلقوش، حرقوا الفيديو تو حرقوا الله يعني طب منكم القحام. ها فيكم الحرق الحرق حرق حرق تقول ها 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 اللي قلت فاشتي ارجع لان هذا تنقولوا الصراحه تنقولوا هذا. انا
دخل سوق الريمني، ولكن هادشي ديال الجمعيه عيقتو، هادشي ديال العداله النزيهه، هذا ويلي. ثم تكلموا مع الناس ديال القوله بحال شي واحد مريض معاكم في البار، هذا اسمه النبوي، ها القاضي، هذا والسميات بالونسي لي نو ويلي. انتم كتضحكوا علينا، حنا والو كوال، روحوا تقولوا هذا صاحبي كوميسي، الله يعاون ديال امك وديال الكوميسي تا هو معاك، تقول مدي هذا، سير تقول، سير 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 سير. القحاب باكين على تتحقر في عباد الله، باكين على الظلم، الظلم والشكايات، الشكايات. وحنا ما عندناش القضاة، ما عندنا لا قضاة لا سجون لا كتاب ضبط لا محاكم. وتيجي هذا القضاة، القضاة خدامين ساكن 12 ساعة. نقول لك صراحة، تيخدموا تينعسوا تياخذوا الرشوة، معليش ماشي سوقي فيهم، ولكن تيخدموا لحد ما تيخلصوهم في السوايع. إذا ما خلصيش السوايع شكون اللي يخلصو؟ أنايا ونتايا ندور معاه. فهمتي هذا، فهمتي فهمتي هذا. أنا غنمشي بحياتي مني صافي، كملنا يلا سيارة. والله خذنا، يلا خذنا، يلا سأورنا، يلا 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 يلا. إخوة المغاربة ولا كيما بغيت تكونوا، ما تنساوش تشاركوا في هذه القناة، راه قريبين نلحقوا 177,000. شاركوا في هذه القناة وريكو وعاودوا الكركم وابوني، سبسكرايب، شير، بارتاجي، اعمل لايك واعمل ديسلايك، وكاينش ديال اللي يعجبك مدي، ولا ما عجبكش هادشي خلي لي كومونتير، وشبع فيا سبان، شبع فيا سبان باش نشبع فيك سبان. حنايا هنايا حنايا نحترموا عباد الله، عندك الحريه باش تسبنا وتقول لي بغيت تقول فينا، ديك الهضره ديال المغرب قولها، ملي ما تاكلش ما عليناش. فلهذا انا اودعكم هذا وندير لكم الصفاره، اذا لقيت الحمصه بلا نشوف الحمصه كاينه. الحمصه يور لاس اوردر ادبار بليز، يور لاس اوردر. الله الله يطيرني، الله. ايوا تنجينا تنفوج على كريم، ملي تنفوج على كريم داخل سوق كريم، ندي حتى شي واحد ملي غير ما حنا واش الناس يفهموا علينا. القجع ترشح بوحدو وغادي يبيع عفوا على عباد الله، واش تو انت ولدي والملك ويلي واش لبسه شتي ملي كتعطي صبع ياكل لك اليد، هي هادي بيع فيه. علاش بيع فيه العفو؟ ما كاش اللي دار العفو على قبل صاحبه اللي معاه في البرلمان، اللي معاه في الحزب، الشفاه بحالو، اللي كان مرأس ديك الفرقة ديال الحماق، تحية الناس ديال برشيد. معليش، وي عفوا، شتي هاد القوة هذا، شتي هاد القوة ديال القجع. سير 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 سير، شوف القادة ديالك وشوف زبي حاجك. اشنو هاد الرسالة؟ العفو، شكون اللي العفو؟ كاين واحد تيعفو هو الملك، أنت مالك ما تعفي، أنت حمد الله اللي رشحوك تاني، شحال يرشحو 10 سنين ولا أفي. رشحوها تاني، شوف هادشي ترشح، قال لي بحال جو هافالانشي، تعرف خويا جو هافالانشي ديال البرازيل اللي كان في اللي كان في لافيفا بكري، دار لنا بحال هذا، قلت له دير بحالك بلاطه، تا هو الشفاط، شتي؟ هذاك بلاطه بقى يترأس يترأس يترأس، تاع الاخر تاع الاخر ما عرف مين دابا هذا، ولا خربق ولا بلاتيني، شتي؟ هما غادي يحاكموهم، الله يحفظهم يدخلهم من الحبس، شتي؟ انت دابا هذا القجع ما حشمش، ما شافش الدرس اللي كان في لافيفا، هذاك جوهو فلانشي بقى تا الشفاط ديال البرازيل. شتي تشرف وبغى يدخل ولدو هذا وهذا القوال، ما تقاولوا على دين باباكم اللي كان خذي مغاب سمحوا لي. يلا يلا سيدي يلا. ليديز اند جنتلمان، فينيش يو درينك اند بيس اوف بليز، خصني نكون بولايت. هذا لحقنا 24 دقيقه وما قلنا والو والحمد لله. بعدا انا 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 تقرعت عليكم، ولما نتسناو هذاك اسمه الدار ديال برلين يخرج من الليل، تتوحفى قال لي يخرج اليوم ولا غدا، ما عندي يخرج، لان واحد مسلم، واحد مسلم تياخذ الجمعه اوف اوف، لان دوك اسمهم دوك صحابو، خويا تحفى الله يخليك، كيدير امك، كيدير خالتك، كيدير بناتك، كيدير السي نبيل، السي نبيل اللي على السي ولا بحر هذا، ماشي السي، هو هادشي اللي كان. تحيه الاخت منى، صافي تحيه على الميساج، قلت لك هذاك داكشي تصنت وفهمت مني، هادشي اللي كاين. المهم ترجع لليوتيوب، ولا قيش ترجع ولا خايفه تدخل المغرب عاد تجي عاد ثاني تصدع لنا هنايا، انت في المغرب سي طام، يلا سير سير الله يعاون، سير سير. هادشي اللي كيما كاين والو مدي، قال لي واحد دخل المغرب، لا ما دخل المغرب لا والو، غنموت هنايا، ما دخل المغرب ما نديرش فيهم الثقه، فاكين هذا تراست نو وان اوف ذيم، فهمتي؟ القحاب يديروا يخرجوا شي جمعيه جديده. القحاب يجي ما يسخسخوا القحاب، شوف واش داروا هذا السيد الدري هذا رضا، سخسي خرج براءه وكلشي وما بقاش يديني الباسبور ديالو. ايوا شادي الباسبور، ايوا الا كان شي حاجه ديك الساعه ديال القلم،
الظلم 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 قلناها، والحمد لله اليوم انت هادشي داك الصداع اللي قال واش غادير مع المديمه اللي خرجوا بعيد الكبير ولا عيد الصغير. خرجوا السيد القمري هذه خلوه تكمل 4 سنين عقلوا عليها والله. لا ولا ما زادوش ليه وكذا ما نقدرش نزيدو، علاش؟ لان شو هنا بديل المهم اي جمعيه بغات هذا نضرب ديال المهم من هنا من هنا من اسمعوا قولوا لي شكون يتبع الحولي، واش ذاك اسمه محمد السادس ولا حسن طريس، شوف اللي غيذبحوا ولا خصو شي موت عندي الموت هنايا. مع السلامه، طول الله عمركم وشكرا جزيلا على متتهم تابعتي. قال لي واحد ما كتب تمتم، ايوا سوقت فيا تقاول هو هذا عندي اللي ما تعرفش عليها شوفوا الفيديو ديال بكري دي شوفوهم وقلبوا له مرة يكون عندكم شي حاجة ما ديروا رجعوا له شوفوا الفيديو بداو من 2018 كاين كاين ميد قال لي ايوا قد تسقسيني يعني ما قال لك ما لا فائده في التكرار لان غير حمار ويتكرار ما نعرفش انا هو اللي بسلم عليكم.